سيدي الملك سلمان، سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مثل ما أنتم شايفين، هذا ولدي محمد، ولدي الوحيد طبعا، ولدكم قبل لا يكون ولدي، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، له 7 شهور على التنفس الاصطناعي. طبعا مستشفى الملك فيصل التخصصي ما قصر برعايته كرعاية، لكن لا يوجد علاج له، وتعبت وسويت برقيات عليكم كلكم، لكن أنا متأكد أنها ما وصلتكم، وقلت أوصلها بطريقة ثانية عن طريق نشر المقطع هذا، اللي أتمنى من أهل الخير أنهم ينشرونه، لعل وعسى أنه يكون فيه له علاج سواء داخل أو خارج المملكة، ويجزاهم خير على كل حال، ويجزاكم خير. وأنا طبعا أنا ولدي من أبناء الحد الجنوبي، ومن أبناء هذا الوطن الأوفياء، سواء بمحمد ولا بدون محمد، وإن شاء الله أنكم ما تخذلوني. أنا والد الطفل محمد فارس حمد المنصور، رقم الجوال 054-04-66-006. الله يجزاكم خير على كل حال.